السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. لما تيجي تحب تصور اي حاجة، عقل كل واحد فينا مبرمج عشان اصور الحاجة دي محتاج اوجه الكاميرا اللي انا بصور بيها على الحاجة اللي انا بصورها عشان تطلع الصورة، شيء طبيعي ومنطقي. بس ايه رأيك لو قلتلك ان مش لازم الكلام ده، مش لازم توجه الكاميرا على الحاجة اللي انت بتصورها، ممكن تحط الكاميرا في اي حتة وهتصور برضو الحاجة اللي انت عايزها. طبعا ممكن تقول عليا مجنون، لكن الكلام ده ممكن وحقيقي جدا، بس اكيد مش بكاميرا الموبايل، ولكن بهذا الاختراع الخطير. الاختراع ده زي ما يمكن يكون واضح شوية، هو عبارة عن كاميرا اسمها 1X من شركة اسمها Insta360، ودي عبارة عن كاميرا 360 درجة. بس قبل ما يجي في بالك ان الكاميرات دي ملاش لازمة ومش مهمة ومعرفش ايه، لا، الموضوع هنا مختلف جدا. كاميرات 360 درجة اللي يمكن معظم الناس سمعوا عنها بتصور لك محتوى من جميع الزوايا حوالين الكاميرا، بحيث مثلا لما تنزله على الموبايل مثلا تشوفه على الفيسبوك او على اي حاجة تانية تقدر تتحرك في الفيديو او في الصورة، تشوف اي زاوية انت عايزها بالظبط. او برضو طبعا تقدر تحط الموبايل في نظارة زي بتوع الفيرشوال رياليتي وتحرك انت راسك في الفيديو اللي قدامك، بحيث كل الفيو قدامك متاح من جميع الزوايا. كل ده طبعا كلام كويس ولطيف، لكن المشكلة في المحتوى اللي بالشكل ده ان مفيش مخرج، مفيش حد يوجهك للحاجة المهمة اللي في الفيديو او الصورة دي. بمعنى انت ممكن تكون بتتفرج على فيديو 360 درجة وباصص على زاوية معينة، لكن الحاجة المهمة اللي متصور الفيديو ده عشانها اساسا بتحصل وراك، ومحدش هيقولك لازم تلف عشان تبص عليها. ودي طبعا مشكلة كبيرة في المحتوى اللي من النوع ده، عشان طبعا بعد شوية قليلين جدا بيبقى ممل. المشكلة التانية برضو اكيد اللي عادت عليك في كتير من فيديوهات 360 درجة هي الجودة، تلاقي الفيديوهات كده منغمشة ومزغللة. وهنا يأتي دور الوان اكس، الكاميرا الصغيرة مفعوصة جدا دي اللي ممكن تحطها في جيبك، تقدر تصور 5.7K. الكلام ده طبعا بالنسبة للفيديو، وفي الصور اكيد شفتوا انا شاركت منهم كتير على انستجرام خلال الفترة اللي فاتت، تقدر تصور لحد 18 ميجا بكسل. الجودة طبعا حاجة كويسة جدا مع الكاميرا دي، لكن مش هي النقطة المهمة. النقطة المهمة زي ما قلت لكم في الاول انك تقدر تصور اي حاجة بالكاميرا دي من غير ما تحتاج انك توجهها عليها، وبعد كده تقدر توجه زي ما انت عايز في الفيو النهائي. هشرح لكم ازاي. زي ما انتم شايفين الوان اكس بتيجي مع كاميرتين كبار، واحده في الوش وواحده في الظهر، ومش فارق هنا خالص مين الوش ومين الظهر بتاع الكاميرا. كل واحده من الكاميرتين دول بتقدر تصور تقريبا في حدود 180 درجه قدامها، يعني بتصور تقريبا نص كوره كامله من ناحيه ونص كوره كامله من ناحيه تانية. في النهايه بيبقى عندك فيو كامل على شكل كوره كامله حوالين الكاميرا. طبعا الفيديو او الصوره اللي طالعه من كل كاميرا مختلفه عن التانية، لكن السوفت وير بتاع الكاميرا دي بيقدر يعمل حاجه اسمها ستيتشنج، يعني باختصار خياطه، بيخيط الفيو من الكاميرا دي مع الفيو من الكاميرا دي عشان يديك الفيو الواحد المتصل. طبعا بيبقى فيه خط يعني باين لو انت دققت قوي في الفيو في حته معينه كده وانت بتتحرك في الفيو، لكن بشكل عام مش هتلاحظه خالص. فخلينا نتخيل كده ان انا معايا الكاميرا دلوقتي وعايز اصور فيديو لنفسي في الحيز او في الاستوديو اللي انا فيه دلوقتي. كل اللي انا محتاجه ان الكاميرا تكون موجوده في نفس المكان، مش محتاجه اوجهها عليا، مش محتاجه ابص على العدسه، مش محتاجه ان انا اعدلها تكون افقيه او مايله او ما الى ذلك، المهم انها تكون بس موجوده. طبعا انت ممكن تقول طيب ما الكلام ده مشترك تقريبا مع معظم الكاميرات ال 360 الموجوده في السوق. كلام مظبوط، لكن المختلف والمميز هنا هو السوفت وير اللي بيجي مع الكاميرا، اللي بيخليك تتعامل مع المحتوى اللي انت صورته بالكاميرا في النهايه. الانستا 360 1 اكس ليها ابلكيشن قويه جدا، تقدر تنزلها على الايفون او على الاندرويد. كل حاجة انت بتصورها بالكاميرا سواء صور او فيديوهات هتلاقيها ظهرت قدامك مباشرة على الابليكيشن، وتقدر على فكرة كمان تستخدم شاشة الموبايل مع الابليكيشن انها تكون اللايف فيو بتاعك، تبقى شايف كل حاجة بتصورها في نفس اللحظة على شاشة الموبايل. طبعا عشان الشاشة الموجودة في الكاميرا صغيرة جدا تعرض لك بس المودز وتقدر تقلب فيها بين الكاميرا والفيديو وما الى ذلك. ومن هنا بقى بتبدأ مرحلة المخمخة، انت خلاص صورت، كل اللي انت عملته ان انت ضغطت زرار على الكاميرا بس خليتها معاك موجوده في المكان، ما احتجتش توجهها على حاجه ولا تثبت ايدك ولا اي حاجه، كل حاجه دلوقتي اتصورت وهتلاقيها موجوده عندك. دلوقتي بقى انت المخرج، الفيديو يظهر قدامك في الابلكيشن فول سكرين، واخد الشاشه كلها، كواليتي ممتازه جدا، وتقدر تتحرك فيه وتقلب زي ما انت عايز، فيديو 360 درجه. بس طبعا مش هو ده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين نطلع فيديو في النهايه 360 درجه، احنا عايزين نعمل اخراج للفيديو اللي صورناه، والابلكيشن دي تديك قدرات خطيره. اولا تقدر تتحكم في الاسبيكت ريشيو، الكاميرا صورت كوره كامله بريزولوشن 5.7K، وتقدر انت تاخد الجزء اللي انت عايزه بالظبط من الكوره دي، فتقدر مثلا تختار ان الاسبيكت ريشيو يبقى 9:16، كده الفيديو هيبقى رأسي مناسب مثلا للانستجرام ستوريز او سناب شات، او لو عايز تقدر تخلي الفيو واحد لواحد عشان يكون مربع مناسب لكل البوستات الصور او فيديوهات على انستجرام. وطبعا المهم انك تقدر تخلي الفيديو 16:9 زي الفيديو اللي انت بتتفرجوا عليه او زي اي فيديو بتصوره بموبايلك او باي كاميرا عاديه. كده انت اخترت الفيو العام للفيديو،
دلوقتي بقى تقدر تختار الحاجه بالظبط اللي انت عايز تعرضها في الفيديو. فمثلا في فيديو زي ده اقدر اخلي التصوير كله يكون عن المكان، بحيث ان انا بستعرض المكان اللي انا بمشي فيه، بجيب لكم زوايا منه يمين وشمال، وكل ده هسجله. يعني الفيديو في النهايه اللي هتشوفه او اي متفرج هيشوفه هيشوفه من المنظور اللي انا اخترته ده. او لو انا عايز ممكن اخلي الفيديو ده كله يكون عني، بحيث مثلا الفيو يكون كانه فلوج ستايل، كاميرا كانها ماشيه قدامي وانا اللي طالع في كل الفيديو، واقدر برضه احركها يمين وشمال حواليا زي ما انا عايز. او الاحلى طبعا لو انت عايز تقدر تعمل ميكس، بحيث مثلا تعرض المكان اللي انت بتمشي فيه، بعد كده تلف الكاميرا عشان تصور نفسك قدام الكاميرا كانك مثلا بتتكلم او بتعمل اي حاجه، بعد كده ترجع تصور حاجات تانية مهمه حواليك وهكذا. الحلو جدا هنا في الموضوع ان كل السيناريوهات اللي احنا عملناها دي وتقدر تعمل منها غيرها كتير، طلع كلها من لقطه واحده، لقطه واحده بس بالفيديو تصورتها وانت مش مواجه الكاميرا على اي حاجه، انت بس مواجه الكاميرا في اي حته، المهم الكاميرا موجوده معاك. طبعا دي فكره ممتازه وبتغير تماما فكرتك عن التصوير زي ما قلت لكم في الاول. انت بقيتش محتاج انك تركز انا موجه الكاميرا فين، ولا الكاميرا مهزوزه، ولا الكاميرا مش طالعه معايا، وانا مش مبين الفريم بالظبط، كل حاجه طالعه. والمهم انت في الاخر بتختار بالظبط ايه اللي انت عايز تبينه في الفيديو. التعامل هنا مع الفيديو اللي انت صورته ممكن يكون بكذا طريقه. في حاجه مثلا اسمها سمارت تراك، بحيث تعلم على اي حاجه في الفيديو والكاميرا هتفضل ماشيه وراه طول الفيديو، ده اللي هيكون الفيديو النهائي. في حاجه ثانيه كمان اسمها بيفت بوينت، ودي عن طريقه بتقدر تحط مثلا نقطه، في النقطه دي كاميرا باصه في زاويه معينه، تفضل تخليها باصه في الزاويه دي لحد ما تحط نقطه ثانيه بص على زاويه تانية، بتقدر تحرك الكاميرا مع الوقت زي ما انت عايز. والطريقه الثالثه السهله ولطيفه جدا اسمها فيو فايندر، في دي انت اللي بتتحكم في الفيو عن طريق حركه موبايلك. يعني مثلا انت شايفه قدامك فيو، بتحرك الموبايل كده الفيو بيتحرك معاك، وكل ده بيتسجل. يعني كل ما اتحرك الموبايل مثلا انا عايز اجيب الحته دي وبعدين احرك الموبايل عشان اصور الزاويه دي، كل ده بيتسجل معاك في الفيديو النهائي. ومن الاوبشن ده تقدر تعمل زوم ان او زوم اوت جدا جدا عشان تعمل التايني بلانيت افكت اللي شكله خطير جدا كانك بتمشي فوق كوكب صغير. طبعا انا عارف ان عندكم سؤال مهم جدا دلوقتي، هي ازاي الكاميرا طايره كده؟ مين اللي ماسك الكاميرا بالظبط؟ الإجابة هو هذا الاختراع. الاختراع ده اسمه Invisible Selfie Stick، تركب عليه الكاميرا زي ما انتم شايفين، والميزة هنا ان هو تقدر تطوله بالطول اللي انت عايزه. طبعا كل ما تكون الكاميرا بعيدة عنك اكتر وانت بتصور، عشان الكاميرا دي طبعا وايد انجل جدا، فتحس ان التصوير كأنه متصور بدرون، الفيو هيبقى من فوق جدا وانت طالع كأنك حاجة صغيرة في الفيديو. وطبعا برضو تقدر تستخدمها وهي مقفولة عشان تعمل الفيو التقليدي شوية. بس الميزة الأساسية في الاختراع ده ان هي زي ما الاسم بيوحي Invisible، ما بتبانش في التصوير، تمسكها وكل حاجة، لكن لما تيجي تشوف الفيديو في النهاية هتحس ان الكاميرا طايرة، يعني كأنك مش ماسك اي حاجة. دي ميزة اكيد لطيفة جدا انها بتطلع فيو غير تقليدي، فيو مستحيل تشوفه بكاميرا عادية، فيو فعلا شبيه بدرون كأنه طاير قريب منك لانك مفيش حاجة ربطك بالكاميرا. هو اكيد مفيش سحر في الموضوع، وكل التفسير ان هو سمك رفيع جدا في تقريبا قد سمك العدسات نفسها، فبيضيع في الخط بتاع الستيتشنج اللي حكيت لكم عليه، الخياطة اللي ما بين الفيو اللي من هنا والفيو اللي من هنا بيختفي في الستيك تماما. والكومبو الخطير ما بين الكاميرا والستيك نفسها بيديك بديل ممتاز لكاميرات الاكشن زي الجو برو مثلا، بالذات ان الاستابلايزيشن هنا عالمي، اي فيديو بيطلع من الكاميرا هنا بيكون سلس ومن غير اي اهتزازات بشكل مريب فعليا. فالكاميرا دي اكيد اختراع قوي جدا لو انت بتحب لقطات الاكشن وانت بتجري او بتنط من فوق حاجات او مركبها على الخوذه بتاعتك مثلا، او انت سايق سياره، الكاميرا دي هتطلع لك تصوير ممتاز. الحاجه برضو الممتازه واللي بتخلي الكاميرا دي منافس قوي لكاميرات الاكشن هو السلو موشن. هنا بعد ما تصور الفيديو عادي جدا تقدر برضو في الابليكيشن تبطئ اي جزء في الفيديو زي ما انت عايز، تخليه سلو موشن، جزء بتاع الاكشن مثلا، وبعد كده ترجع الفيديو لسرعته العاديه. وعندك كمان عكس الموضوع ده هو اوبشن اسمه هايبر لابس، ده بيخليك تسرع الفيديو اللي انت صورته بعد ما تصوره طبعا 16 مره، والكاميرا بتضيف موشن بلر او زغلاله كده، فبيطلع لك منظر او فيو بصراحه قوي جدا ينفع في لقطات كتير. وطبعا زي ما حكينا في الاول كل الحاجات دي تقدر تعملها او تضيفها في الفيديو من خلال الابلكيشن بعد ما تصور الفيديو عادي جدا وانت مش موجه الكاميرا على حاجة معينة. ده اكيد بيفتح المجال لخيالك وابداعك، يعني تقدر من اللقطة الواحدة دي تضيف عليها مثلا سلو موشن، وبعدين الهايبر لابس، تعمل التايني بلانيت، تغير زوايا الكاميرا، تعمل اي حاجة في اي لقطة انت صورتها عادي جدا بالكاميرا. طيب شفنا امكانيات الوان اكس في الفيديو وفي الصور، طب ايه اخبار الصوت؟ الكاميرا فيها مايكين، واحد في الوش وواحد في الظهر. الصوت مع الكاميرا دي اذا الدنيا هادية قوي يعني حواليك ممكن يمشي حاله، اكيد مش صوت بروفيشنال، اكيد مش صوت واو،
ولكن اذا انت عايز حاجه بسيطه اوكي، بس ممكن شويه هوا جامدين يبوظوا لك الدنيا. فزي ما شفتوا او زي ما سمعتوا الصوت هنا مش مثالي، يعني مستخدم ولكن اكيد مش من نقط القوه في الكاميرا دي. طب ايه بقيه نقط الضعف؟ ايه بقيه المشاكل مع الوان اكس؟ من المشاكل اللي قابلتها في التصوير مع الوان اكس هي الاضاءه المنخفضه. في الاضاءه المنخفضه اكيد الكواليتي هيقل بشكل واضح، ممكن تلاحظ شويه نويز، لكن المشكله الاساسيه في الاستابلايزيشن او التثبيت. مع الشاتر سبيد المنخفض نسبيا هتلاحظ رجرجه كده غريبه في نظام التثبيت كل ما انت بتتحرك بالكاميرا، طبعا في الاضاءه المنخفضه ممكن تتعالج نسبيا لو انت عليت الشاتر سبيد في السيتنجز، ولكن برضو مش بيحل الموضوع بشكل مثالي. المشاكل التانية كمان ان الكاميرا زي ما انت شايف معرضة لأي حاجة، يعني العدستين موجودين في الناحيتين، فما ينفعش تحط الكاميرا مثلا على مكتب او تسيبها تقع منك، بعكس الجو برو ضد الصدمات وما الى ذلك. يعني لازم تاخد بالك جدا هتحط الكاميرا فين او هتقع منك ولا لا. في كفر لطيف بيجي مع الكاميرا عشان تقدر تحميها بعد ما تخلص الاستخدام، لكن طبعا ما ينفعش تصور وانت مركبه على الكاميرا. من المشاكل اللي ممكن تقابلك برضو حسب استخدامك انت ان الوان اكس مش ضد الميه باي شكل من الاشكال، بعكس طبعا حاجه زي الجو برو. انستا 360 بتبيع كفر مخصوص ضد الميه تقدر تركبه على الكاميرا عشان تستخدمها وانت بتصور السمك وانت بتعمل دايفنج مثلا، ولكن طبعا هتدفع عليه فلوس زياده. من النقط برضو المفروض تاخد بالك منها ان البطاريه هنا مش واو، البطاريه طبعا حجمها صغير تقريبا قد بتاعه الجو برو. البطاريه دي ممكن تديك تصوير اكتر من ساعه بحاجه بسيطه، فلو انت ناوي تصور اكتر من كده في كل مره محتاج تجيب معاك بطاريه تانية، او الاسهل انك تقدر تشحن الكاميرا ما بين كل كام لقطه عن طريق مدخل مايكرو يو اس بي، وممكن تشحنها باي باور بانك عندك. فيما عدا ذلك الكاميرا دي بصراحه خطيره، انا معجب بيها جدا ومعجب بكميه الابداع والافكار واللقطات المستحيله اللي مش ممكن تطلعها باي كاميرا تانية غير دي. دي اكيد احسن كاميرا 360 درجه موجوده على الساحه ومن غير منافس، واكيد برضو تعتبر منافس قوي جدا لكاميرات الاكشن، وشايف انها تعتبر بديل مناسب جدا لحاجه زي الجو برو. حتى كمان لو عايز كاميرا عاديه عشان تصور بيها مثلا اجازاتك، خروجات، سفريات وما الى ذلك، الكاميرا دي هتكون لطيفه جدا عشان انت طول ما انت بتصور مش شاغل بالك بالحاجات اللي بتصورها، كل الكلام ده ممكن تعمله بعد كده. نسيت كمان اقول لكم على اكسسوري مجنونه جدا تقدر تستخدمها مع الوان اكس، هو اختراع اسمه بوليت تايم. دي بتركبها في الستيك نفسها والكاميرا في الاخر، والمفروض ان انت تعمل كده عشان تطلع في الاخر لقطات شبيهه مثلا بفيلم ماتريكس وما الى ذلك. الانستا 360 سعرها تقريبا نفس سعر الجو برو الجديده، وهو في حدود 400 دولار، واكيد هسيب لكم روابط تحت الفيديو لو اي حد فيكم مهتم. وبس لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش لايك عنيف، تنسوش تشتركوا في القناه، تشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اول باول، تابعونا على انستجرام، فيسبوك، تويتر، روابط كلها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.